بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 77 في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل المفعولات. احنا خدنا المفعول المطلق، وخدنا المفعول فيه اللي هو الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان، وهنتكلم عن المفعول معه. المفعول معه درس بسيط أو خفيف جدا، يقول لك ليه علاقة بحرف العطف. أولا في حاجة اسمها واو المعية. احنا خدنا واو حرف عطف، جاء محمد وسعيد، أصلها جاء محمد وجاء سعيد، وقلنا أن حرف العطف دوت عبارة عن اختصار في الكلام. بدل ما أقول جاء وجاء، فبرخض جاء برة وأقول جاء محمد وسعيد، يبقى سعيد معطوف على محمد. ساعات بجيب الفعل في أول الكلام، الفعل في أول الكلام ده اسمه العامل، ده مصطلح مهم أوي، يخليه على جنب كده هوت إذا كنت متخصص في اللغة العربية. العامل هو الفعل اللي في أول الكلام. احنا كنا سميناه الحكم قبل كده في لا وبل ولكن، يقول لك كل تفاحا لا عنبا، يبقى نقلت الحكم لما قبلها ونفته عما بعدها. فاكر حاجة زي كده؟ مرة يسمى الحكم ومرة هنا يسمى العامل. جاء محمد وجاء سعيد، يبقى الواو حرف عطف بتختصر لي الكلام بحيث ان سعيد يؤثر فيه العامل اللي في بداية الكلام. يعني جاء محمد وجاء سعيد، سموه العامل ليه؟ لان العامل يعني المؤثر، بيأثر على اللي بعديه. الفعل عايز له فاعل فبيأثر على اللي بعديه بيرفعه، وعايز له مفعول به فبيأثر على اللي بعد اللي بعديه وينصبه. ولذلك يقول لك ما هو العامل في الفاعل؟ الفعل. وما هو العامل في المفعول به؟ الفعل. ويقول لك ان الفعل عامل في فاعله وعامل في مفعوله. يبقى العامل ده هو يجوز ان يتسلط، بيقولوها حتى باللغة العربية كده، يتسلط على ما بعد الواو. يعني جاء محمد وجاء سعيد، يبقى الواو هنا حرف عطف. المفعول معه بتيجي واو برضه، بس فيها خاصية خطيرة جدا، ان العامل يعني لازم يكون الجملة في اولها فعل، لازم يكون الجملة في اولها فعل. والعامل ده هو لا يجوز ان يتسلط على ما بعد الواو. يعني ما تقدرش تقول جاء محمد وجاء سعيد. طب ازاي تقول سار محمد والنيلة؟ الواو بمعنى مع، والنيلة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير منونة على آخره لأنه معرف بأل. عرفت منين أن الواو بمعنى مع وديت مفعول به؟ أن السارة لا يمكن أن تتسلط على ما بعد الواو. يعني ما أقدرش أقول سار محمد وسار النيل، ما ينفعش. لو قلت سهر محمد والقمر، طب هل ينفع اقول ساهر محمد وساهر القمر؟ لو ينفع يبقى الواو حرف عطف. ما ينفعش، القمر ما بيسهرش، القمر لا يسهر. فعلشان كده اقول ساهر محمد والقمر، القمر مفعول معه، والواو دهيت واو المعية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. زي ما بتقول واو العطف حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، هنا بتقول واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، واللي بعديه مفعول معه منصوب وعلامه نصبه الفتحه. يبقى اذا اللي بيعرفني الموضوع ده هو ان قبل واو المعيه جمله كامله، جمله فعليه فيها عامل، لا يجوز ان يتسلط على ما بعد الواو. طب ما احنا الجمله بتاعت حرف العطف ديت ما تنفعش تكون للمعيه؟ يقول لك جمله العطف العاديه ممكن تكون للمعيه، بس هي اساسا للعطف. يعني ايه الكلام ده هو؟ يعني لما تقول جاء محمد وسعيد، الجمله اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها جاء محمد وجاء سعيد، ده الاصل بتاعها. ممكن اقول جاء محمد وسعيد، يبقى سعيد ده هو اسم معطوف على محمد، والتقدير ان جاء محمد وجاء سعيد. طب الجمله ديت ما اقدرش انطقها كده، جاء محمد وسعيدا، ينفع بمعنى جاء محمد مع سعيد. يبقى سعيد هنا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه إيه؟ علم. يبقى في قاعدة بتقول لك حاجة مهمة جدا، الجملة اللي فيها واو المعية لا يمكن تتحول لعطف، بينما جملة العطف يمكن أن تعتبر جملة معية. خد بالك. طب إزاي الكلام ده هو؟ قلنا سار محمد والنيلة،
ديت جملة معية لا يمكن اعتبرها جملة عطف، لان لو اعتبرتها جملة عطف يبقى النيل هو اللي سار والكلام ده فسد المعنى. انما جملة العطف ممكن اعتبرها جملة معية، لما قلنا جاء محمد وسعيد بقت جملة عطف، لان سعيد معطوف على محمد ومحمد فاعل مرفوع هو اللي جه، يبقى سعيد اسم معطوف على محمد مرفوع برضو علامة رفعه الضمة. ممكن اقول جاء محمد وسعيدا يعني مع سعيد، يبقى الواو هنا واو المعية، وسعيدا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المنونة لأنه علم. يعني حروف العطف الثانية أو ثم والفاء ديت ملهاش دعوة بالمعية خالص. وأنا قلت رأيت محمدا، محمدا مفعول به منصوب، وسعيدا هنا جملة مهمة جدا وظريفة جدا، رأيت محمدا وسعيدا، سعيدا لو قلت معناها رأيت محمدا ورأيت سعيدا، يبقى سعيدا هنا اسم معطوف على محمد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه علم. سعيدا برضو أعربها إيه؟ أعربها مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه علم. الواو في الأولانية كانت واو العطف، والواو في الثانية واو المعية، يبقى الأولانية رأيت محمدا بلس زائد سعيد، والثانية رأيت محمدا مع سعيد، مع سعيد الواو هنا المعية. لو قالت جاء محمد وسعيدا ما تبقاش تتخض، لأن الكلام ده كلام صح، هتقول لا لا يا أخي جاء محمد وسعيدا، ده تقول جاء محمد وسعيد لأن محمد فاعل، لا هو بيتكلم صح لأنه حول العطف إلى المعية وهذا جائز، إنما تحويل المعية إلى العطف ممنوع ممنوع، اللي بيمنعه العامل اللي في أول الكلام أو الفعل لا يمكن أن يتسلط على ما بعده، زي سهر محمد وسهر القمر يفسد المعنى. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.